عسلامة مسيو. عسلامة. لاباس عليك؟ لاباس والله الحمد لله. قد ملنا روحك. أنا كمال من الجزائر، من عنابة، مدينة عنابة. مرحبا بك وتحية لأشقائنا الجزائريين الكل. أبارامون جيتو تعديو في رمضان في تونس. هذه أول خطرة نجي لتونس، جيتها بارابول، جيتها صغير. معناها عندك برشا من اللي زرت تونس. عندي برشا ما جيتهاش. وجيت السنة. جيت السنة في رمضان، عقب رمضان كل شهر كامل في رمضان. علاش اخترت تونس باش تعدي فيها رمضان؟ اخترت تونس، عندي أختي هنا في تونس. متزوجة تونسي؟ جزائرية متزوجة هنا في تونس، متزوجة تونسي. هذا مش جديد علينا، احنا والجزائر انسيب بطبيعتنا، بلاد واحدة وبلاد شقيقة، وتونس والجزائر تسمى بلاد واحدة. ملي جيت تعدي في رمضان بحدا اختك؟ بحدا اختي، وعجبتني تونس ياسر. رحت المرسى، رحت سيدي بوسعيد، رحت المدينة هنا، الحق عجبتني ياسر، وناسها محترمين وناسها متربين، والاجواء ملاحه، رمضانيه ملاحه، يعني في الـ في الـ في الاكله، في 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 الـ في الـ الاحياء الشعبيه، احياء شعبيه، القهاوي تاعها ملاح، حوايج ملاح ياسر، عجبوني ياسر في تونس. قداش عندك توا في تونس؟ درك عندي سمانة في تونس. كيفاش تعدى السمان هذا؟ والله يتعدى على الكيف، الحق على الكيف. عندو أجواء ملاحة وأجواء رمضانية ملاحة ياسر، وكل يوم نهبط لعنا العاصمة سنتر فيل تربية، ومازال راح ندور، مازال نروح المرسى، مازال نروح للزهرة، لسوسة، الحمامات. أنا من البلايص اللي تعرفهم في تونس وإلا اللي مشيت لهم معناها؟ اللي مشيت لهم مشيت المرسى، المرسى عجبتني ياسر، المرسى وسيدي بوسعيد عجبوني ياسر ياسر ياسر، يعني فور. سيدي بوسعيد هذيك غنية عن التعريف. القهوة العالية، رحت للقهوة العالية، شفتها، شفت تونس من تحت، درت فطوات، درت تصاور سيلفي، درت يعني فطوات، ويعني ملاحة ياسر تونس. قبليك حكيت لي على الأكل، قلت لي الأكل عجبك، شنو الماكلة اللي كليتها في تونس؟ كليت الأكلة، عندك طاجين، عندك طاجين جبن، عندك البريك، تقولوا له البريك، عندك جاري، جاري تونسي، عندك هريسة، تقولها هريسة، احنا نقولها قلب اللوز. قلب اللوز نقولها في عنابة. الحلوة ذيك الهريسة. الهريسة، الهريسة ديرها بالمكسرات. رحت وش اسمه كليت الدرع. مين كليت الدرع؟ درع كليته في باب الخضرة، فوالا الخضرة، في باب الخضرة كليت درع بالمكسرات، عجبني ياسر، يعني فور فور، يعني درع درع قلت القيمة، يعني درع درع. ورحت المرسى في سيدي بوسعيد، كلينا بالبالوني وكلينا ياسر حوايج. الماكلة، الماكلة التونسية نتاعنا الزمنية، تصورت وين باب، وين أسبوعي، قهوة تاع وين قهوة تاع أسبوعي، مدينة العربي، يعني عجبتني ياسر، يعني أحياء شعبية. رحت لجامع الزيتونة، صورت في جامع الزيتونة، تصورت مع الإمام، صليت فيه، صليت في الجامع، يعني أجواء روعة 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 روعة. شنو الحاجات معناها وجه الشبه بين تونس والجزائر في رمضان؟ يعني ما كانش أجواء كيف كيف، يعني أجواء كيف كيف، أجواء كيف كيف، يعني حتى احنا عندنا جو باهي كما تقولوا أنتم، عندنا جو باهي في عنابة، في الجزائر عندنا الجزائر، عنابة معروفة، عايتها معناها العاصمة كيما سنتر فيل. الكور عندنا، الكور كيما هكا، عندنا البحر، عندنا سينكلو، عندنا شبي، عندنا بلفيدار، عندنا عين عشير، عندنا بلايص عاليين تم عاليين ملاح، وعندنا في رمضان تانا شعب ياسر يدور، عندنا يعني قهاوي ياسر، عندنا اللي فاست فود ياسر، عندنا الكيوسك هكا تقول كيما تقولوا انتم، عندنا كيوسك تاع قهاوي يقعدوا الناس، لي كوبل يقعدوا، يعني العائلات، فهمتي؟ عندنا قهاوي ياسر، يعني اجواء ملاحه، حتى في عنابه اجواء، كاين وهران، كاين جزائر، كاين رحت بلايص انا ملاح في عنابه، في جزائر العاصمه، في البليده، في وهران. ملا انت وشكون جيت لتونس؟ جيت انا وزوجتي. صغار ولا ايه؟ انا عندي صغار، عندي خليتهم في الجزائر.
خليتهم في الجزائر. علاش تخلي فيهم؟ يعني ما جبتهمش. يعني ما جبتهمش يعني مع زوجة الأخرى، هذه الزوجة الثانية. عندك زوج زوجات؟ زوجات. عيني يا عيني، والمدام مبتسمة وفرحان. هذه مدام جديدة هذه. مدام جديدة. هذه مدام. مدام حقك دخلت معنا في الحوار. مدامتك حشيمة على الأخر. حشيمة تحشم تحشم. من الصحراء المدام تاعي من الصحراء. معناها زوج زوجات ومتفاهمين. احكي لنا كيف جات الفكرة. مش متفاهمين، كل واحدة تسكن في دار واحدة. قابلوا ولا؟ نتقابلوا. وين؟ زوجات الزوز. لا مازالوا ما تقابلوش. ما عنديش مدة، عندي شهرين ملي عرست. شنو اللي خليك تتزوج زوجة ثانية؟ يعني مشاكل عائلية برك. ما طلقتش من الأولى؟ لا ما طلقتش. تعرف علاش نسأل فيك؟ نحن في تونس نستغربوا شوية. سي ربي حلل. أربعة، مي ديما المرأة العربية بصفة عامة معناها ترفض تغيير، ما تحبش راجلها يتزوج عليها. يعني زوجت يعني هكا زواج، حبيت نرتاح يعني نبدل حياة جديدة. الراجل يرتاح مع زوج زوجات؟ كيما يرتاح مع زوج زوجات معناها يلقى راحته اكثر، معناها مش كيما يكون عنده زوجه واحده كيما يكون عنده زوج زوجات. زوج زوجات يعني كي يرتاح، يرتاح مع امراه واحده. جي تشوف شنو اللي خليك تتزوج الثانيه وما طلقش الاولى؟ كيما ما طلقتش الاولى، ما طلقتش الاولى، قلت لك عندي مشاكل معاها برك، بصح ما طلقتش. في بالها اللي انت تزوجت؟ في بالها. وزوجه ثانيه كي قلت لها راني متزوج وما طلقتش وافقت؟ وافقت وافقت عادي. وافقت خاطر ماها مش بعيدة عليا، يعني من مش من العائلة، يعني من الحي تاعي في واد سوف. أنا من واد سوف أصلي، من واد سوف، يعني تعرف الحكاية تاعي أنا والزوجة الأولى. يعني وافقت برك. قديش نسبة الرجال اللي عدوا معناها في الزوجات في الجزائر؟ كاين ياسر، كاين برشا يعدوا زوجات نورمال. معناها أنت كاين عندهم ثلاثة، كاين عندهم ربعة. بيه معناه انت توا عندك زوج زوجات، كيفاش مقسم اوقاتك هكا حياتك ليهم الزوز؟ ولا الاولى ما عادش تزور فيها؟ يعني الاولى مش ما نزورش فيها، في بيت اهلها، بس يعني نصف اولادي ونكلمهم، نعيط لهم في التليفون عادي، يعني في الماسنجر نشوف فيهم، في لاكام عادي. فما بوسيبيليتي انك ترجع مع مرتك الاولى زاده وتتفاهم مع الاولى والثانيه وكل؟ يعني في راح نرجع، وعندي دار تاعي كبيره، راح نقسم الدار، كل واحده وحدها. حسب رايك هكا يغيروا من بعضهم الزوجات ولا يغيروا؟ حاجه باينه يغيروا. اي مره تغير، اي مره كي تزوج عليها رجلها تغير. السؤال الاهم، تعدل بيناتهم ولا لازم تعدل؟ مشاعر زايده راهو في المشاعر، مش كان ماديا في المشاعر. ولازم بصح كي تعود المرأة رافضة، الأخرى رافضة، تعود مشاعر ما كانش بيناتنا، لا غالب. هو من المستحسن كل واحدة على روحها تقعد وحدها هكا وحدها هكا. دركا اللي تقرب لي هذيك هي اللي تفوز. اللي نلقى راحتي معاها هذيك اللي تفوز. ظهر فيك لقي راحتك مع الثانية. مع الثانية مع تاعها. ما زلت جديدة عاد ونفح بيها. 23 سنة عشرة معاها. عندي ولدي 22. عندي ولدي كبير. مرحبا بك مرة أخرى في تونس، إن شاء الله تعمل جو إن شاء الله وتعاود ترجع لتونس مرة أخرى. نخلي لك كلمة الختام. كلمة الأخيرة أقول لك راني عجبتني تونس ياسر، وعجبني شعبها، ويعني منظمة، بلد منظمة، بلد نظيفة. يعني ما تسمعيش الكلام اللي مش مليح، يعني ناساتها ملاح، عجبوني. وهذا وش نقول لك، والاجواء على كيف، اجواء راني مرتاح في تونس. تونس والجزائر كيف كيف، على كيف. مرحبا بك ان شاء الله يعيشك.